تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كمرأة ساهمت في مجموعة من المحطات وجسدت المقاربة للنوع في أبهى صوره. وفي حالة ما إذا أثير هذا الموضوع قد يثار بشكل احتجابي وبالتالي قد يتعرض للتأثير. حول ما تتعرض المرأة من عنف جسدي، من عنف جنسي، من عنف اقتصادي، من عنف اجتماعي. لأنهم شنقوا تلقوا من اجتماع حاولوا يلقوا حلول اللي هي إيجاد الوعاء العقاري. كنحاول نشتغل شويه حنا كحل أولي وحل مبدئي للإيواء غادي نقدروا نشوفوا نخصصوا بتنسيق مع السيد العام والسيد الباشا على تخصيص أحد المراكز من هذه المراكز المنجزة. بداية نشكركم على مواكبتكم لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. هذا اللقاء الذي حضره كل المتدخلين والشركاء في المجال تم استعراض الحصيلة برسم سنة 2022 بما في ذلك أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية بمحكمة الاستئناف والخلايا المحلية بمختلف المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية. لم يكن ذلك ليرى النور لولا التنسيق مع مختلف المتدخلين، وقد تم التركيز على طريقة ديال التعاطي مع ظاهرة الهدر المدرسي والتي مكنتنا من الاشتغال بطموح أكبر الذي تم من خلاله استحضار الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدعم الاجتماعي مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل كل المتدخلين في المجال ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي. لم تفوتنا هذه الفرصة إلا أن قمنا بتكريم مجموعة من الشخصيات والكفاءات التي ساهمت بشكل وازن في تجويد الخدمات ومد الخلية الجهوية والخلايا المحلية باللوجيستيك الكافي لتدبير الشأن لتدبير قضايا العنف ضد النساء والأطفال بما هو كفيل بتحقيق الحماية القانونية والقضائية لهذه الفئة الهشة وعلى رأسهم الأستاذة أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل والمنسقة العامة لإعلان مراكش. كما تم تكريم السيد عامل إقليم القنيطرة على ما أبداه من مساعي حميدة بتنسيق مع مدير شركة فوغال للنقل من لإيجاد بطائق مجانية ضامنة تنقل هذه الفئة الهشة من الأطفال المعاقين لمدرسة جمال الدين الأفغاني وغيرها في ظروف آمنة صحبة أولياء أمرهم. بهذه المناسبة أيضا تمت الإشادة بالعمل الذي قام به السيد أحمد برابط كمدير لهذه الشركة
بشكل حقيقة نال استحسان جميع استحسان أعضاء اللجنة المحلية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بأن وفر لهم كل ما هو كفيل بالنقل المجاني. حقيقة هذا اللقاء كان فرصة لاستعراض مجموعة من المداخلات لكل شركائنا باستعراض الحصيلة، وأيضا بالإشارة إلى بعض الإكراهات التي تعترض الضابطة القضائية أمن وطني ودرك الملكي بمناسبة تنفيذ تعليمات النيابة العامة، وخاصة في الشق المتعلق بإيجاد فضاء أو إيجاد الوعاء العقاري الكفيل بتشييد مركز لإيواء النساء المعنفات. وقد بادر المسؤول الحاضر معنا عن الجهة والسيدة الحاضرة أيضا عن المجلس البلدي إلى العمل على التفكير في إيجاد كما قلت هذا الفضاء بمواصفات معيارية، وفي انتظار ذلك التزموا بوضع محلات مؤقتة بشراكة مع التعاون الوطني والشباب، رهن إشارة النساء المعنفات لضمان حمايتهن وتوفير الكرامة اللازمة، خاصة في الوقت الذي يتم تنفيذ تعليمات النيابة العامة بإرجاع المطرودة لبيت الزوجية وما يثيره من إشكالات تتطلب تدخلا سريعا وفعالا يحفظ للمرأة كرامتها ويوفر لها الفضاء المناسب. حقيقة لا يمكن إلا أن نشيد بكل المجهودات والمبادرات الخلاقة التي قام بها مختلف المتدخلين وكل والأيادي التي تم من خلالها السعي، الأيادي النظيفة أو أقول الأيادي التواقة لإيجاد الفضاء أو لإيجاد الوعاء العقاري في لإيجاد الوعاء العقاري، خاصة في بداية سنة 2023 التي نتمنى أن تأتينا بالخبر اليقين فيما يخص هذا الفضاء، وأتمنى خالصا أن تكون فاتحة خير وبركات عليكن وعليكم وعلى كل الشعب المغربي قاطبة، وعلى سيدنا الملك المنصور بالله محمد السادس دام له النصر والتأييد.